السلام عليكم. الطائرات المسيرة الإيرانية تعيد تشكيل الشرق الأوسط. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أشارت فيه إلى المسيرات الإيرانية التي تقوم بإعادة تشكيل الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن طهران تقوم باستخدام مكونات جاهزة لبناء طائرات مسيرة تستخدمها لضرب الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه عربي 21 إلى أن ما يجمع بين الهجوم على ناقلات نفط بمسيرات محملة بالمتفجرات وطائرات بدون طيار من غزة ضربت منطقة في إسرائيل، وقصفا على مصفات النفط السعودية وتفجير أنابيب نفط وهجمات على قواعد عسكرية أمريكية في العراق، هو أن الفاعل واحد إيران وحلفائها في الشرق الأوسط وفقا لما قاله مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وإسرائيليون. وأضافت أن إيران تقوم وبشكل متزايد ببناء ونشر الطائرات بدون طيار بشكل يغير من المعادلة في المنطقة التي تقف على حافة النزاع، حيث تستخدم إيران المواد المتوفرة التي تستخدم في سوق الطائرات المسيرة النابي بشكل سريع، وتلك التي يعتمد عليها الهواة في تركيب طائراتهم، وبعضها هو مجرد تقليد للطائرات الأمريكية والإسرائيلية المسيرة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولون إيرانيون قولهم: يحتاج تطوير السلاح النووي إلى سنوات، لكن المسيرات تحتاج لأشهر. وأضافت أن المسيرات غيرت ميزان القوة في الشرق الأوسط. وتابعت الصحيفة: ظل سوق الطائرات بدون طيار أو الدرونز مجالا مقتصرا على الجيوش المتقدمة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن تركيا عضو الناتو حققت في الآونة الأخيرة قفزة في هذا المجال وطورت مسيرات فعالة وبكلفة منخفضة، وكذلك إيران. ويعتمد المهندسون الإيرانيون على المكونات المستوردة لصناعة مسيرات لديها القدرة على الضرب بدقة عن بعد، ولديها القدرة على تغيير المسار لتجنب الدفاع الجوي والرادارات، حسب ما يقول مسؤولون أمنيون في أوروبا والشرق الأوسط والذين درسوا حطام المسيرات. ويمكن ربط برنامج المسيرات الإيرانية بصناعة وإنتاج الطائرات الإيرانية عبر شركة تسيطر عليها الحكومة تدير مصنعا للسلاح الجوي في أصفهان وسط إيران، وذلك حسب سجل الشركة الإيرانية وتقارير وكالة أنباء فارس وتصريحات مسؤولون أمنيون أوروبيون. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.